أخبار اليوم. الشتات رئيس مجلس أعمال المصري السوداني في حوار لأخبار اليوم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، زيارة نشرف بيها. كنا في البداية حابين نعرف حضرتك، أنت بتمثل الجانب المصري في الحجم بين المستثمرين المصريين والسودانيين، كنا عايزين نعرف إيه حجم التبادل التجاري بيننا وبين السودان. الحاجة الثانية، حجم استثماراتنا هناك قد إيه؟ حجم استثماراتهم هنا قد إيه؟ حجم التبادل التجاري حاليا بين مصر والسودان حوالي 700 مليون دولار في السنة، وحجم الاستثمارات المصرية في السودان حوالي 2 مليار دولار حاليا حتى الآن، يعني من إجمالي استثمارات حوالي 45 مليار دولار. البيئة الاستثمار في السودان في الوقت الحالي، كنا عملنا حوار مؤخرا مع الوزير الاستثمار المدثر السوداني، كان كلمنا ان هو تخطى مرحلة الشباك الواحد، لا ده فيه بقى خلاص بقى مكان او منفذ خاص بالمصريين هناك المستثمرين عشان يتعاملوا مع القوانين او التصريح او الاجراءات اللي عايزين ينفذوها هناك عشان يعملوا مشروعاتهم. مدى صحة ذلك؟ هو شوف حضرتك، هو قانون الاستثمار في السودان اتغير من حوالي سنتين، ونزل قانون جديد متقدم الحقيقة جدا في الاستثمار، وهو ده اللي فتح الباب لموضوع الشباك الواحد والتسهيل على المستثمرين، ومش بس التسهيل الحقيقة كمان والحماية. من ضمن المزايا الكبيرة جدا في قانون الاستثمار الجديد في السودان حماية الاستثمار الخارجي، لان طبعا من الوارد انك انت بمجرد ما تشتغل في السوق انك تبتدي تتعرض لبعض الخلافات سواء مع جهات حكوميه او مع جهات خاصه. في الحقيقه قانون الاستثمار عمل حمايه كامله للاستثمار الخارجي. كنا حابين نعرف ايه مدى العلاقات السياسيه، هل بيترتب عليها علاقات اقتصاديه جيده ام سلبيه؟ في بعض الخلافات اللي دارت مؤخرا بيننا وبين الاشقاء السودانيين، القصه بتاعت حلايب وشلاتين، ومن تصريحات من بعض التيارات في مصر بتقول ان الاخوان او السودانيين بيحموا جزء من الاخوان او لهم انتماء ولا بالحب للاخوان. كنا عايزين نعرف الصوره برضو. مفيش شعب اقرب للشعب المصري من الشعب السوداني. احنا شخصيا استثمراتنا في السودان من 2009، وعلى الرغم من تعاقب الانظمه واختلافات الاتجاهات بتاعه الانظمه من 2009 حتى الان، الا ان الشعب السوداني مرحب جدا 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 بالمصريين. لكن حتى إذا حصل بعض الاختلافات السياسية في بعض الأحيان، وده أمر وارد مهما كان، في النهاية ما بيبقاش فيه تطابق بنسبة 100%، وأنا بيكون فيه تقارب في وجهات النظر، لكن إحنا مصالحنا واحدة بنسبة كبيرة جدا جدا جدا، لدرجة تخلي أنه يعني حتى لو حصل بعض الاختلافات في السياسة لازم يظل الأمور الاقتصادية والأمور الاستثمارية والتجارة بين البلدين ومصالح الشعبين أعلى من الكلام. فكرة نوعية الاستثمارات اللي بنقدمها إحنا كمصريين في السودان هناك، إيه شكلها إيه أو بنستثمر في هناك بالضبط إحنا كمصريين؟ شوف، هو بالأساس في السودان الـ بعد حصل انفصال الجنوب، طبعا الاعتماد على البترول قل جدا لأن معظم البترول بقى تابع للجنوب. فالسودان الشمالي يعني تركيزه الأساسي دلوقتي على الزراعة، والسودان طبعا عندها إمكانيات في مجال الزراعة زي ما احنا كل عمرنا كنا ندرس في الكتب واحنا صغيرين في المدارس ان السودان دي ممكن تكون سلة الغذاء للوطن العربي، وهذا حق. بالنسبة للإنتاج الحيواني في السودان، واحنا مستثمرين مصريين لنا هناك استثمارات باع طويل في الزراعة زي ما حضرتك بتقول كده، احنا بنحتاج من السودان اللحوم السودانية، كنا عايزين نعرف برضه هل لينا مجال في الاستثمار فيها ولا لا، واستثمارتها بناخد منها ازاي او نستورد ازاي منها. شوف حضرتك، احنا في مصر هنا 90 مليون دلوقتي، وصلنا ل 90 مليون، وعندنا 3 مليون راس ابقار، ومصدر المصدر الرئيسي للحوم الحمراء في مصر هو اللحم البقري. السودان 30 مليون، عندهم 30 نسمة. مليون راس، 30 مليون نسمة، وعندهم 30 مليون راس، احنا عندنا 3 وعندهم 30 مليون راس، والمصدر الرئيسي للحم الحمراء عندهم اللحم الضاني. فده بادئ ذي بدء يدي لحضرتك فكرة عن كم الوفرة اللي موجودة في اللحوم الحمراء في السودان مقارنة بكم الاحتياج اللي موجود في اللحوم الحمراء في مصر. مشكلة اللحوم الحمراء في السودان انه طريقة إنتاج اللحوم في السودان مختلفة عن طريقة إنتاج اللحوم في مصر.
فده بينتج عنه ان المنتج النهائي اللي هو اللحمه الحمراء بتطلع مش مناسبه بصوره كامله لذوق المستهلك المصري. بالنسبه لو اتكلمنا على السودان، هل العوائد الاستثمار منها عاليه مثلا مقارنه باي دوله اخرى؟ لو قلنا مثلا استثمرت في الامارات، في حضرتك مستثمر في الامارات، في السعوديه، في الكويت، هل عوائد الاستثمار في السودان هتكون اعلى مثلا يعني؟ شوف، بصفه عامه عوائد الاستثمار مرتبطه بمخاطره، وكل ما زادت المخاطر لازم يقابلها زياده في العوائد. وعلشان كده المنطقه بتاعتنا بصفه عامه، لانها بقى فيها مخاطر كتير، هتلاقي العوائد على الاستثمار للي يقدر يتعامل مع هذه المخاطر عاليه. ومن نفس المنطلق العائد على الاستثمار في السودان انا بعتبره من اعلى العوائد على الاستثمار في المنطقه. كمان فرصه التوسع غير محدوده، والنمو في الاعمال غير محدوده. فاجابه على سؤال حضرتك ده بالتاكيد، والنهارده السودان الصين موجوده فيها بقوه شديده جدا، الهند موجوده فيها بقوه شديده جدا، تركيا موجوده فيها بقوه شديده جدا، السعوديه والامارات والبحرين والكويت ومنطقه الخليج كلها موجوده هناك، لان هم لاقيين هناك الفرص اللي ممكن تكون مش موجوده في المناطق الثانيه دلوقتي. هل في بنوك بتطلع معانا بتستثمر كبنوك مصريه تكون موجوده هناك وتضخ اموال واستثمارات وتدي المصريين اقراض، ولا في احجام من البنوك المصريه عن فتح فروع ليها هناك او الاستثمار هناك؟ هو في بنك مصري خاص فتح في السودان من فتره كبيره في صوره شراكه يعني ما بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص السوداني، ولكن مؤخرا البنك الاهلي طبعا راح فتح هناك فرع ليه في الخرطوم. لكن الحقيقه لا، انا لا ارى ان الدور البنوك المصريه والقطاع المصرفي المصري مدي للسوق السوداني الاهتمام الكافي. المستثمر تمام اللي بيبحث عن ازاي ياخد امواله او يسترد امواله في الدوله اللي بيستثمر فيها، هل السودان بتدينا حريه ان اسحب اموال او انا اكسب اسحب اموال احطها في استثمارات في اي دوله اخرى؟ السودان بتدي زي ما مصر بتدي. لا يعني اذا انت دخلت اموالك اللي انت هتستثمرها بالعمله في السودان واثبتها بالشكل الرسمي وطبقا لمنظومه القوانين، المفروض انه من حقك انك انت تطلعها. احنا عايزين نعرف برضو انسلط الضوء على مجلس الاعمال المصري السوداني، عايزين نعرف تاريخه وبدايته، مين اشهر الناس اللي فيه، المفترض الهدف منه ايه الفتره اللي جايه ان شاء الله، او الخطط المستقبليه اللي بينفذها او عايز ينفذها. هو مجلس الاعمال المصري السوداني تشكل في شهر 5 في 2013، في مجموعه من المستثمرين المعنيين بالاستثمار في السودان. الجانب المصري في حوالي 30 عضو، فيهم شركات صناعيه وفيهم شركات زراعيه وفيهم شركات تجاريه وفيهم شركات في التعدين، كلهم ناس مصريين معنيين بالاستثمار في السودان وبيعملوا بالفعل الاستثمار في السودان. الهدف منه هو زيادة التبادل التجاري بين البلدين. تصورك الفترة اللي جاية إن شاء الله في 2016 بالنسبة للعمل في السودان إيه والاستثمار في السودان؟ بالنسبة لمصر ولا بالنسبة للمجلس؟ مش بتكلم عن المجلس. والله إحنا في الفترة اللي فاتت عملنا علاقات قوية جدا مع الجانب السوداني بقى من مجلس الأعمال المصري السوداني. هناك الجانب السوداني ما بتشكلوش الحكومة، الجانب السوداني بتشكله جمعية رجال الأعمال. ودي خطوة الحقيقة يعني أنا أراها أنها خطوة بتدل على أن الدولة فعلا هناك بتبحث عن أنها تشجع القطاع الخاص بكل حرية يعني. فعلى الرغم من أنه جمعية رجال الأعمال هي اللي بتشكله، إلا أنه هو بيكون الجزء المكون السوداني في مجلس الأعمال المصري السوداني، وهو كيان يعتبر شبه حكومي. سؤال برضو على المجلس، ماذا قدم من 2013 حتى الآن؟ ما انا لسه ده اللي انا كنت بقوله لحضرتك، يعني هو المجلس دوره ان هو يفتح قنوات. من فتح يعني قنوات عمل استثمارات جديده ساعه. طبعا. لا الاستثمارات المصريه في السودان، خلينا نقول حتى حجم التبادل التجاري، حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان في 2013 كان 500 مليون دولار. النهارده حجم التبادل التجاري 700 مليون دولار. الاستثمارات المصريه في مصر في 2013 كانت 1.2 مليار، النهارده 2 مليار دولار. بالنسبه للقصه بتاعت الكوميسا والسداك وتجمع غرب افريقيا،
كنا عايزين نعرف هل ليه علاقه باستثماراتكم هناك بتوسعوا من خلاله من خلال التفات المعموله دي زي الكوميس مثلا بين مصر والدول الافريقيه ولا لا؟ او ليها دور مع استثماراتكم؟ بالتاكيد. يعني احنا على سبيل المثال مثلا واحد من المشاريع الكبرى اللي اتعملت في السودان دلوقتي واللي القطاع الخاص المصري له دور كبير فيها سواء كان في جانب الانشاء او في جانب الاستثمار، الطريق اللي اتعمل اللي هيربط في النهايه ما بين القاهره والخرطوم باسفلت من الباب للباب سريع غرب النيل، هذا الطريق علشان وجود اتفاقيات الكوميسا فاقتصادياته مش مبنيه فقط على التجاره بين مصر والسودان، اقتصادياته مبنيه على التجاره من الشمال الى الجنوب، والموضوع هيخرج حتى على حدود الكوميسا. ده هيبقى مشروع طريق قاري هيربط اسكندريه شمالا بكيب تاون جنوبا. فهذه الاتفاقيات من اتفاقيات التجاره الحره مما لا شك فيه بتسهم اسهام كبير في زيادة التبادل التجاري اللي ما بين مصر وما بين بقية الدول اللي هي بتعمل معها الاتفاقيات. وإحنا حاليا يعني ما زالت علاقات الشراكة المصرية الأوروبية وعلاقات التجارية المصرية الأمريكية بتاخد الحيز الأكبر من اهتمامنا، ولكن في الحقيقة الفرصة الحقيقية جنوبا مش شمالا. السؤال الأخير كنا حابين نطرحه على حضرتك، الطريق كيب تاون اسكندرية ايه اللي تم فيه وامتى نحس بعقده الاستثمارية او المستثمرين هيشعروا بيه بعقده؟ هو الطريق ده ربط مجموعة من الطرق موجودة وكان ناقصه ثلاث وصلات عشان يكمل الطريق من اسكندرية لكيب تاون، والوصلة اللي ما بين مصر والسودان هي واحدة من الثلاثة دول، ودي وصلة هتصل ما بين نقطة أرقين على الحدود المصرية السودانية إلى مدينة دنقلة وهي عاصمة الولاية الشمالية في السودان واللي مرتبطة بشبكة الطرق السودانية. بعد كده الطريق ده طوله حوالي 400 كيلو غرب النيل، اكتمل بالكامل وجاري حاليا الانتهاء من إنشاء المعابر الحدودية اللي ما بين مصر والسودان من الجانب المصري والجانب السوداني، واللي مخطط انها تنتهي ان شاء الله في نهايه يناير اللي جاي، وبنتصور ان شاء الله في اول لقاء ما بين الرئيسين هيتم الاتفاق على افتتاح الطريق. ده طبعا مشروع كبير، مشروع ضخم، هيعمل نقله حقيقيه مش بس في التجاره بين مصر والسودان وانما زي ما قلت لحضرتك في التجاره بين الشمال والجنوب. يعني حاجه اخيره، احنا ممكن نقول ان شاء الله ان بدايه الطريق البري بين العمل او الشغل فيه خلاص هيبدا يتحرك الحركه عليه من يناير القادم بين مصر والسودان. لا، الطريق يا فندم انتهى، الطريق انتهى بالكامل، فاضل المعبر. المعبر اخر يناير تنتهي كل اعمال الانشاءات ويبقى جاهز للافتتاح. جاهز للافتتاح؟ طبعا الافتتاح الرسمي عشان يتفتح، لان ده مشروع ضخم والرئيسين اتكلموا عليه في لقائهم السابق في القاهره يعني. فان شاء الله باذن الله احنا ندعو الله ان هم يتفقوا في اجتماعهم اللي جاي على ميعاد للافتتاح، وندعو الله ان انتوا تكونوا موجودين معانا ان شاء الله باذن الله في الافتتاح، تشرفونا وتنورونا وتنقلوا الحدث ده للمنطقه كلها باذن الله. شكرا جدا يا استاذ، ربنا يخليك، شرفتونا.